خلينا نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو انه مفيش شك الدوله المصريه وحكومتها مهتمه جدا بملف الصناعه وتوطينها. والاهتمام ده ظهر مع بدايه الازمات الاقتصاديه الكبيره اللي ضربت العالم زي تداعيات فيروس كورونا واللي تسبب وراه في ركود اقتصادي كبير، كمان الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على الكره الارضيه كلها اللي بدورها اثرت على كل المجتمعات المختلفه. هنا كان لازم يكون في قرار مصيري، لازم نشتغل ونوطن صناعتنا ويكون لينا سوق تنافسي يا جمانة. ده حقيقي بسنت، الحقيقه يمكن ده بالفعل اللي عملته او قامت بيه الدوله المصريه من خلال بعض التوجيهات اللي سبق واصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. على سبيل المثال تعزيز عمليه توطين الصناعه بكل مكوناتها، يعني احنا نتكلم على توطين الصناعه، يعني عايزين ننتج منتج مصري. عشان ننتج هذا المنتج، هذا المنتج اكيد بيتكون من اكتر من مكون، لازم نقدر ان احنا نصنع هذه المكونات، لازم يكون عندنا كوادر بشريه مدربه ومؤهله على اعمال التصنيع والصيانه، التشغيل والتعامل مع اي تحديات ممكن ان احنا نقابلها. الحقيقه انه فكره توطين الصناعه هي فكره مهمه جدا خاصه دلوقتي، انه بمنتهى البساطه التوطين هيساهم بشكل كبير جدا في خفض فاتوره الواردات وهيرفع الصادرات المصريه، ويمكن دي الاستراتيجيه اللي الدوله المصريه الحقيقه بتعمل عليها، لان احنا محتاجين ان احنا نزود من مواردنا الاقتصاديه بكل تاكيد يا بسام. ده حقيقه جمانه، وكل حاجه كبيره بتبتدي فعلا بفكره، ويمكن الانطلاقه الحقيقيه للفكره دي او فكره دعم وتوطين الصناعه جت عن طريق المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ابدا، واللي هتساهم في لم شمل المصنعين كلهم داخل قطاع واحد عشان توطن صناعات مغذيه مطلوب منها انتاج كبير وانتاج قوي. سريعا المبادره دي اترجمت لتنفيذ على الارض، واصبح فيها 64 مشروع مشارك فيهم حوالي 33 مستثمر ومصنع مصري، وكمان في 22 مصنع اجنبي بينقلوا التكنولوجيا دي والخبرات دي من 12 دوله مختلفه، وكمان مش بس كده خطوط انتاج يا جماعه. صحيح، الحقيقه انه المبادره كمان عملت شراكات وقدرت انها تجذب مستثمرين من اليابان، الصين، تايوان، ايطاليا لتوطين صناعات الاجهزه الكهربائيه المنزليه. الحقيقه كمان ده غير استثمارات ثانيه في قطاعات صناعات الاسمده والمنتجات الكيماويه، المطاط، قطع غيار العربيات، وسائل النقل والصناعات المعدنيه، الورق ومنتجاته، اجهزه الاتصالات وغيرها من الصناعات الثانيه. الحقيقه انه مصر قريبة جدا من تحقيق طفرة في هذا المجال، وقريب جدا هيكون في ثمار قوي لهذه المبادرة اللي هتحقق نتائج واعدة وغير مسبوقة في ملف توطين الصناعة، لأنه يمكن خلال الفترة اللي فاتت شفنا فعلا أنه الأفكار مش بس بتكون أفكار على الورق بالنسبة لنا، مش مجرد أجندة محطوطة عشان يعني هننفذها، أو التنفيذ بيكون بطيء. الحقيقة احنا شايفين أنه الأفكار بتترجم لخطوات، ثم الأفكار تترجم لدراسة، ثم أفكار، ثم بتنفذ على أرض الواقع. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.